حقيقة يعني هذه الجرائم البشعة التي حدثت في باريس أمر يرفضها ديننا الإسلامي الحنيف، دين السلام. وبالنسبة للكويت كان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رضاه الله ورعاه من أوائل القادة الذين أدانوا هذه الهجمات الإرهابية، وكذلك كنت من أوائل رؤساء البرلمانات سواء كرئيس الاتحاد البرلماني العربي أو رئيس البرلمان الكويتي فيما يتعلق بإدانة هذه الهجمات. الذي يجب أن يعرفه الجميع بأن هؤلاء الإرهابيين قتلوا من المسلمين ما يفوق بأضعاف مضاعفة ما قاموا به في الدول الأخرى. فلصق هذه التهمة بالإسلام أو بالمسلمين هو أمر غير جائز وأمر ظالم، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن معظم القادة الذين صرحوا يعلمون علم اليقين بأن هذا العمل لا يمت للإسلام بأي صلة، وأكبر المتضررين من هذه الأعمال هم المسلمون وخاصة المسلمون في فرنسا. فكيف يكون ذلك عمل مثل ما تروج بعض وسائل إعلام الكيان الصهيوني والوسائل الإعلام المتعاطفة معه، تروج بأن هذه الأعمال دائما الإرهابية دائما وراءها مسلمين ودائما هؤلاء الإسلام منهم براء، ويجب أن يعني تتعاون كل دول العالم لمكافحة الإرهاب في كل مكان. وقد سبق أن حذرنا في كل أيضا لقاءاتنا بأن عدم مكافحة الإرهاب في منطقتنا سيؤدي إلى انفجارات يسمع دويها في كل عواصم العالم، والإرهاب صناعة عابرة للقارات، لا يوجد مكان بالعالم سيكون بمأمن منها. لذلك أنا يعني أتمنى وأحث وأدعو الجميع إلى التعاون لمكافحة الإرهاب كظاهرة كما قلت سلفا عابرة للقارات.